فور اعلان الرئيس الامريكي انه وزوجته ميلانيا يخضعان للحجر الصحي بعد ان ثبتت اصابتهما بفيروس كورونا توالت امنيات قاده العالم بالشفاء العاجلي لهما. هذه الامنيات لم تصدر من خارج امريكا فحسب، انما تمنى خصم الرئيس المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسه الامريكيه جو بايدن لترامب وميلانيا الشفاء من كوفيد 19. هذا وقد تسببت اصابه ترامب بتاثيرات كبيره على اسواق المال العالميه شملت النفط والذهب والاسهم. تداعيات اصابه ساكن البيت الابيض نوردها في التقرير التالي. هي قبله ربما بدافع الاستعراض امام الكاميرات لكنها قد تكون الاخيره فالرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن بانه وسيده امريكا الاولى مصابان بفيروس كورونا خبر لم يمر سريعا انما خلف وراءه وما بين سطوره تساؤلات وفتح باب التكهنات للكثير من القضايا ابرزها هل سيقضي الفيروس على زعيم اقوى دوله في العالم الزعيم الذي تعامل مع كورونا وكأنها غير موجوده، وأكد لمنافسه جو بايدن قبل أيام بأنه أنقذ بلاده لاتخاذه قرارا بأن تبقى مفتوحة خشية انهيار الاقتصاد. ترامب أعلن أنه وزوجته ميلانيا سيخضعان للحجر الصحي داخل البيت الأبيض، وكتب على تويتر: ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد 19 وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور، سوف نتجاوز هذا معا. قد يبدو ترامب شاعريا في تغريدته تلك غير ان خصوم الرجل الكثيرين يرونها فرصه ليبتعد عن المشهد فقراراته التي لا تقبل القسمه على اثنين قد تسببت بحسب مراقبين بخساره واشنطن لرصيدها ومكانتها عالميا اعلان اصابه ترامب كان له تداعيات اقتصاديه حيث تراجعت اسعار الاسهم في السوق الاجله الامريكيه وسجل مؤشر داو جونز وستاندرد اند بورز تراجعا وخسائر فور اعلان النبأ. فيما ارتفع الين مقابل الدولار، كما تراجعت البورصات الاوروبيه لدى بدء التداولات الجمعه. الخبر الذي له وقع الساعقه، خاصه انه ياتي قبل شهر من الانتخابات الرئاسيه، قد يعرقل مساعي ترامب الذي يجهد للفوز بولايه ثانيه منذ اربع سنوات في مواجهه المرشح الديمقراطي جو بايدن. كما انه يطرح عددا لا يحصى من الاسئله حول مستقبل الحمله، فبعد وقت قصير من تغريده الرئيس عن نتيجه اختباره، اعلن البيت الابيض الغاء رحله الى فلوريدا، كان من المقرر ان يقوم بها الجمعه لحضور تجمع انتخابي هناك. ردود فعل كثيره خلفها اعلان اصابه ترامب، قد تكون تغريده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اكذبها حين قال على تويتر: أنا وسارة نفكر في ترامب وميلانيا مثل الملايين نتمنى لهم الشفاء التام. كما تمنى رجل روسيا القوي لترامب أن يخرج من تلك المحنة قائلا له: أثق في أن حيويتك المتأصلة ومعنوياتك المرتفعة وتفاؤلك هي عوامل ستساعدك في التغلب على هذا الفيروس الخطير. فهل سيفعلها سيد البيت الأبيض؟